دام اليوم اني تكلمت عن الشنط قلنا نكملها مره واحده، نتكلم عن قصات الشعر الحديثه. معنا مصفف الشعر جورج عقاد موجود معنا هناك. جورج صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ اهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. كيف الصحه؟ بخير. بما ان الجو بلش يعني شوي، مع ان الجو هالايام حلو بس خلاص يعني راح يدخل الصيف. ايه دخلنا بالصيف بالضبط، فقلنا خلاص راح نعمل شيء اليوم قصير وشيء كثير حلو صيفي. صيفي الاصل راح اعملها من قلك graduation مدرجه، يعني graduation فالاصل راح تكون قصيره من هون وراح تكون asymmetric. هالطرف هيدا رح يكون قصير والطرف هيدا منخليه طويل. وهذا بده يكون فوكال بوينت، هذا بده يكون كتير طويل. اوكي، بيكون فيري اكريسيف فيري لايك شورت هير، مش درجة واحدة يعني. لا مو درجة واحدة، بده يكون مختلف لايك ا لوت اوف تكشر ديفرنت لينث. اوكي، ديفرنت لايرز. بس اذا لاحظت هون طبعا القصة هون شايف شلون بده يكون اندر كات هير، نت كان اندر كات بيكوز اي ونت ماي جراديويشن بتكون كثير سترونج، فيري سترونج، اي ونت تو بي لايك هوت يعني فيري هوت، يا سبيشالي ان سمر ناو. سو وي ستارت كاتين ناو. سو بيسكلي جاست، طيب هذه القصة راح تكون هي الموضة تقريبا. الموضة هيدي الموضة بيكون بلندن او بشوف لك انه ليتست سيزون ناو ان لندن او نيويورك ا لوت اوف جيرلز، فهمت علي؟ بتكون اكثر البنات هنيك بنيويورك بلندن بيحبوا شعر القصير لانه بيكون كثير ايزي لحتى اني يسوي الشعر، ما يكون اني فيه اي شيء، فبيكون كثير ايزي لحتى يصففوا الشعر وطبعا اذا بتيجي على السمر فهمت علي بدها تكون قصة بيكون كثير قصيرة. البنات بيحبون الشعر القصير يعني في الصيف، ولكن عشان ما يتشابهون صارت كل سنة تطلع موضة يعني. طلعت سنة اعتقد اللي جانب طويل وجانب قصير كثير. فهيدي القصة يعني اني فيرزيتال مثل ما قلت لك، فيني اسوي مثلا هون كثير جراجويشن بده يكون كثير قصير وهالطرف بيكون قصير وهالطرف قصير ومخلي هذا طويل، يعني في كثير حلول. فهون شو عم بسوي هلا؟ انا عم بسوي الجراجويشن هلا هون، بس اني بشوف مثل ما قلت لك الاندر كات هون راح يكون يخلي قصه الشعر كثير هوت فيري اجريسيف. اوكي، طيب مع هالموضه يعني لما تجي الموضه في قصه شعر معينه تجي بعد موضه في اللون ولا كيف لك يعني؟ اوكي، والله دائما بالالوان طبعا بالشعر، هو الفاشن تشينج، الشعر بيختلف كمان والكلر بيختلف. حلو. كل سيزن طبعا وين بيساوي الديزاين السيزن دائما. هلا مثلا قصه شعر هلا بتكون نشتغل نحن ل 6 مانث اهيد. اوكي، يعني هيدي سمر، بعدنا نحن مش بالسمر بس القصه سمريه مثل ما بقول نحن هيدي. والكلر بالنسبه للوقت هلا اذا وحده مثلا شعرها مثلا بلوند ان كلر ناو لايك شورت هير، اذا وحده شعرها مثلا بني بتكون الهايلايت يكون كاند اوف لايك بيكون عسلي عسلي فاتح. اوكي، معه. واذا كان شعرها اسود هلا الموضه بيكون الهايلايت كثير لايك سيلفر اور جراي. فيري فيري لايت، فيري فيري لايت. اذا كان شعره اسود، اذا كان شعره اسود يكون الرصاصي هو. ايه 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 كثير، ايه هيدي الموضه بتلاقيها بلندن او بنيويورك. حلو. هلا قصينا نحن من الورا، نحن احنا قادرين نشوف ورا ولا نقدر نلفها اللفه شوي؟ ايوه، عشان هلا نحن قصينا من هون من هالطرف. طبعا انا راح انزله هذا وراح يكون قصير كمان، انا راح اقص القصه هيدي قصيره كمان. اوكي، نجي جورج شوي يسار بس عشان نشوفها على هاي الكاميرا. لا انت تجي يسار عشان نشوفها بالضبط. اوكي، طبعا نفس الانجل انا عم بشتغل فهمت علي، على نفس الزاويه حتى اخلي الجراجويشن تبعي اني تكون كثير قويه فيري هوت. طيب احنا جورج راح نخليك تشتغل براحتك ونرجع لك في وقت ثاني من البرنامج ونشوف النتيجه. على اكيد ايه، واذا اي
راح نخليك تاخذ راحتك يعني. طب بس هي ما راح تاخذ اكثر من ساعه المفروض صح؟ لا لا لا, 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 لا اوكي راح نرجع احنا تاخذ 10 دقائق خلاص راح نرجع بعدين في فقره ثانيه نشوف النتيجه ونتكلم اكثر عن اللي صار. شكرا لك كلك حبيبي كلك زو. الان راح نشوف النتيجه النهائيه لقصه الشعر القصيره من جورج عقاد. جورج كيف طلعت معك حبيب قلبي؟ هاي القصه هاي النتيجه اذا كان شايفين هون, شايف الجراجويشن هون كثير فيري كلين فيري فيري هوت فيري سترونج كان يصير فيري كثير. واذا بتشوف الطرف هيدا كثير قصير كان اوف لايك فيل لايك مور اسيمتريك كان اوف فيل and here is quite long but what I said like sometimes like you know حتى إذا أنا بدي أعمل إني more volume بعطيك كثافة كتير okay. بشيل الشعر وبحط له سبراي just من the roots أوكي فبيعطي when you push it can you see when you push it it's create more volume. طيب جورج في سؤال مهم يعني إنه كل وجه بتلبق عليه هذه القصة هذا سؤال كتير مهم. الفيس شيب الوجه كتير كتير مهم عند انا بدي اختار القصه للموديل تبعي او للزبونه كثير مهم اني اشوف الوش أوكي. طبعا كل واحد عنده فيس شيب ديفرنت صح هذا اللي عنده راوندد هذا مختلف واذا وحده مثلا تكون عندها مثلا راوندد شيب او المكت هي فهمت علي بعمل لها كثير هون كثير سليك يعني اذا عندك وش مدور وبدي اعمل فوليوم هير يعني ممكن نفس القصة ولكن مع اختلاف بس اختلاف كتير كتير تفصل. لازم إن كتير مهم المصمم شعر إني ينتبه للوش الجو لاين الرقبة كتير كتير مهمات الديتيلز كتير كتير مهمات هدول. طيب جورج عقاد شكرا جزيلا لك وشكرا إنك جيتنا من لندن. شكرا جزيلا لك تسلم الله يخليك.